ازيكم عاملين ايه؟ يا ريت ناس الجميع اللي احنا جزء منها. طبعا يا جماعه حسين جاي النهارده وعايزين نفاجئه بهدوم كده جديد عشان هو ما جاش. انا جاي النهارده بس معوش هدوم. يلا بينا عشان نشتري. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما قالت لكم رمزي كده، لا هو مش معهوش هدوم، هو الفكره ان حسن جاي النهارده الفجر ان شاء الله. فطبعا الفجر دي يعني مفيش حد فينا هيبقى عنده طاقه انه يفتح الشنط ولا يشوف ايه الحاجات اللي معاه ولا يطلع له بيجامه ولا اي حاجه. فاحنا قررنا ان احنا نجيب له حاجات يعني على بال ما نفتح شنطه ونعمل له الكلام ده كله. وطبعا يعني بما انه غايب عننا بقاله فتره فلازم احنا ايه ندلعه، نجيب له الاكلات اللي بيحبها، نجيب له اللبس اللي بيحبه. فيلا تعالوا معانا. يلا رنسي، يلا بينا. رنسي يا جماعه هي ماسكه العربيه، تمام. وبابا هو يا جماعه مشي يتجول في المكان. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. النهارده يوم جميل، يوم حلو. النهارده حسن جاي هينورنا واحنا مستنيينه على نار. خلاص الوقت عدى بسرعه واليوم خلص واحنا لازم نجيب له اي حاجه بسرعه علشان نلحق قبل ما يجي يعني. ف هي بدأت من عند شيماء، عايزة تجيب له شوية هدوم كده من هنا، فخلينا نشوف هي هتعمل ايه. احنا دلوقتي رايحين انا ورانسي. رانسي طبعا تعبت من المشي. رانسي، رانسي بصوا يا جماعة، رانسي قاعدة فين؟ العربية. تفتكري يا رانسي أي بجامة هتنفع لحسن؟ ولا واحد. ليه يا رانسي؟ ليه يا رانسي؟ اخترنا يا جماعة أول بجامة هي لحسن؟ تاني بجامة ماشي، دي أول واحدة. يلا خلينا نختار التانية. بصوا يا جماعة رنسي، بصوا رنسي عاملة ازاي، بصوا رنسي عاملة ازاي. رنسي اعملي باي باي. اصلا العربية مش جاية. انا اسف. بصوا رجله متنية ازاي. ايه هو تقولي كده يا رنسي؟ العربية صغيرة اوي. طب استني كده نشوف بجيمة تانية، نشوف بجيمة تالتة لحسن. رنسي لقيت واحدة كمان اهو. بصوا يا جماعة رنسي، ايوه رنسي كده جبنا ثلاثة الحسن. اوكي فضل الرابعة. طب لا نجيب له الشبشب بقى. يلا تعالى نروح نشوف له الشبشب. نروح نشوف الشبشب يا جماعة الحسن. الشبشب مفيش على مقاسه. ليه مفيش على مقاسه؟ اهو اهو صح. حب اهو. حلو حلو. اي حاجة يا رنسي، اي حاجة. ايوه انا بعجب اخويا. وريني كده، وريني. طيب طب انتي عايزة حاجة ليكي يا رنسي؟ اه. عايزة ايه يا رنسي؟ روحي عند مكان البنات توتة. عند ايه؟ انا اتحشرت يا جماعه. عند ايه تقولي؟ عند مكان الايه؟ خليكي مكانك، خليكي مكانك. ايه خليني مكاني؟ البتاع ده ضيق. يعني رجلي بتوصل لحد هنا بس. بس برضو خليكي مكانك. انا بشتري حسن، حبيت اشتري نفسي. ماما بصوا بتعمل ايه؟ انت اشتريتي ايه لنفسك يا رنسي؟ رنسي بص ايه رايك في دي كمان؟ يلا بينا. ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده النصب ده؟ ايه النصب ده؟ رنسي هو انت راجعه من السفر؟ طب حسن، انا مش عارف مين اللي المفروض يجي له النهارده، حسن ولا رنسي؟ هو حسن المفروض، هو حسن جاي من السفر، المفروض احنا بنهدي حسن. مش عارفه رنسي ايه دخلها في الموضوع. رنسي حبيبتي احنا مش جايين تشتري لنفسك، احنا جايين نشتري لحسن. انت ليه مدخله نفسك في الموضوع؟ اسكت امشي. اسكت امشي. هو انت لازم تطلع بمصلحه، لازم تطلع بمصلحه، لازم تطلع بسبوبه من اي حاجه. يس ميديا سيرفر. واشتريت دي وريحت نفسي. اشتريت دي طبعا كانت عندي بس ضاعت. اشتريت فيها ستيكر كتاب، وعندها دي البتاعة دي، عندها جلو، وعندها بنسل، وعندها قلم. بتقول لك اشتريت رايحة نفسها، رايحة نفسها وتعبتنا احنا. اشتريت على حسن الكرة دي. اشمعنى الكرة دي يعني؟ حلوة. يلا بينا. ايه خلاص هي دي اللي اخترتيها؟ انت تجيبيها لحسن وريني كده؟ تفتكري هتعجب حسن؟ والله يا تجيبي دي ولا تجيبي دي؟ يا جماعة أنا لقيت حتة طقم الحسن جامد قوي. طقم كورة جديد هيعجبكم دلوقتي ولا لأ؟ طبعا ده اختياركم انتم. شوفوا
المهم نلاقي مقاسه بس. لقينا 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 بس ده حسن رفيع قوي هيجي على مقاسه ده. الحمد لله لقيت لقيت هديتي خلاص، لقيت مقاسي ولقيت هديتي. فرنسي جابت الكورة. مبروك يا سونا. مبروك مبروك يا سونا، جبت لك كورة وجبت لك البيجامة وجبت لك شبشب وجبت لك الكورة. توصل بالسلامة يا حبيبي، كلنا مستنيينك تيجي تنور بيتنا وتنور حياتنا، وبحبك قوي وفرحانة قوي 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 ان انت جاي. وفضل كم ساعة؟ لا لسه فضل كتير. ايوه دلوقتي احنا خلاص المفروض نروح وبعدين نجهز نفسنا علشان ننزل بقى نجيب حسن. حسن دلوقتي حالا هو في المطار، مطار اسكندرية، في الطريق ان هو يعمل بوردنج ويطلع الطياره، بس يعني عشان الاجراءات وكده فالموضوع بيطول شويه. بمجرد بس ما هو يطلع الطياره احنا هنجهز نفسنا عشان نتحرك ونروح للمطار وانتوا معانا. لو انت جديد على القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وشير وكومنت وتفعل الجرس، وانزل في الديسكربشن تحت فعل الجرس عند قناه محمد وشيماء واعمل لها سبسكرايب. ويا جماعه يعني يا ريت اللي مش مفعلين الجرس يفعلوا الجرس في القناه، لان احنا ناس كتير جدا بتقعد تقول لنا انتوا مش بتنزلوا فيديوهات، انتوا بتطولوا. احنا على فكره بننزل فيديو كل يوم، بس اللي مش بيعمل اللي عامل سبسكرايب ومش مفعل الجرس عمره ما هيوصل له الموضوع ده. ويا جماعه لو انتوا فعلا يعني بتحبونا لازم تعملوا الجرس تفعلوه. والفترة الجاية هنزل للناس حبايبي اللي بيفعلوا الجرس، هنزل لهم مسابقة وهكسب كل واحد فيهم بس اللي بيفعلوا الجرس. واللي بيحبوني واللي بيحبوا قناتنا وبيعملوا سبسكرايب وبيفعلوا الجرس هيلاقوا مسابقة هتعجبهم جدا وهيكسبوا حاجات جميلة جدا جدا، بس فعلوا الجرس. يلا بقى حرام عليكم، فعلوا الجرس، فعلوا الجرس عشان خاطر البنت غلبانة اللي قاعدة. فعلوا الجرس. زي ما انتوا شايفين يا جماعة الساعة دلوقتي 4 الفجر عندنا. احنا داخلين يا جماعه اهو خلاص. يا رب بس يا رب نلحق. هو احنا في الدور اللي فوق دلوقتي، المفروض ننزل تحت عشان هو هيبقى موجود في الدور اللي تحت. الحمد لله على السلامه يا حسن. نورت الكويت يا حبيب قلبي، نورت الكويت. شايف انا محمد ازاي قلبي هينط من مكانه.